امبارح برنامج يوم بيوم أطلق دعوة لمجلس النواب وكافة وسائل الإعلام سواء الصحف أو القنوات الفضائية وبرامج التوك شو لمواصلة الاهتمام بفتح ملف الفساد في إدارة أملاك الأوقاف، واللي انفرد برنامج يوم بيوم على مدار 6 حلقات بفتح هذا الملف، واللي كشف عن وجود ممتلكات لمصر في اليونان وسوء إدارة على مدار سنين طويلة جدا، إهدار للمال العام في الأوقاف المصرية في اليونان، وده اللي ردت عليه الحكومة وزارة الأوقاف ببيان أكدت فيه أنهم لم يتنازلوا عن جزيرة ثاسيوس وأنهم هيشكلوا لجنة للسفر لليونان لحصر ممتلكات الأوقاف المصرية هناك وكيفية استثمارها. البرنامج كشف كمان عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات سواء يعني نتيجة سوء الإدارة والفساد في إدارة أملاك الأوقاف على مدار 50 سنة. البرنامج كمان بيثني على انضمام بعض الصحف بعض البرامج برامج التوك شو لحملة يوم بيوم في ما يخص هذا الملف. أنا معايا زميلي الإعلامي محمد مصطفى شردي مقدم برنامج يوم بيوم، نعرف منه إيه الجديد في هذا الملف. مساء الخير وأهلا بك يا محمد. مساء الخير ريهام، مساء الخير السادة المشاهدين. أول مرة أعمل مداخلة في البرنامج معاك بالتليفون. أيوة مش كده، اهلا بيك دايما طبعا، وانا بحييك على الملف ده وعلى انك فاتحه بقالك فتره. فانا كنت بتابع الملف الحقيقه باهتمام شديد، وكنت بتفاجئ بالاملاك وبالارقام اللي انا بسمعها يا شردي، فقول لي ايه وصلنا لفين النهارده؟ طيب اولا انا عايز اقول لك الجهد ده هو جهدنا كلنا، ده جهد كل يوم بيوم، جهد كل زملائي في الاعداد اللي بيتحركوا، ويمكن في الاول كانت التحرك علشان في قضية تحت إيدنا، إنما بعد كده تحولت إلى قضية قومية بالنسبة لنا كلنا. طبعًا. ودي قضية إحنا مش هنسيبها، وأنا وعدت الناس بكده. أنا هقول لك الجديد إيه، نتوقعي في الأيام القادمة إن في الكثير من الصحف بدأت تهتم بالملفات. أنا تقريبًا بيجي لي من 10 ل 15 اتصال هاتفي ب 10 أو 15 ملف كل يوم. ليه؟ لأن الأوقاف فيها قضايا بتاعة الأهالي، وقف الأهالي، الناس اللي أخذ أحكام أو الناس اللي بتدور من أحفاد الملوك الأصليين اللي عايزين ياخدوا أرضهم مرة أخرى. ولكن أيضا بيجي لي من مصادر بعض التفاصيل الجديدة بخصوص الأملاك المختلفة. ممتاز. هكلمك على تفاصيل عن أنا مسريان. أنا مسريان هي السيدة أو سيدة الأعمال التي تعاقدت في 2001 على الفندق اللي هو فندق الإمرت اللي موجود في اليونان، وهو مش على جزيرة ثاسوس. جزيرة ثاسوس احنا نمتلك عليها قطع أراضي مختلفة، وما نمتلكش الجزيرة كلها، إنما نمتلك أجزاء ضخمة جدا منها. إنما أنا بكلمك على كافالا أو المنطقة اللي فيها بيت محمد علي او بيت والده والمدرسه اللي كان عاملها محمد علي، وايضا املاك اخرى في هذه المدينه اللي على الجزيره الام. كويس. اللي اقدر اقوله لك ان هذه السيده بالفعل عملت افتتاح سنه 2005 لهذا الفندق. واحنا بنعرض صوره على الشاشه دلوقتي يا شادي. كويس. هي بعد ما اخذت الفندق ده وده جديد، كانت المنطقه دي كلها وعده مباني اخرى كانت مصر او بعض الناس في الأوقاف مأجراها، وكانت تستخدم مخازن كبغ تخيلي، أو ناس أخذينها مخزن. ولما هذه السيدة مصر أجرت لها، أو هي قالت طب يا جماعة دولي الكلام ده أعمله فندق، قالوا لها طيب اصرفي على ترميم والحفاظ على هذه الآثار، لأن دي كلها مباني أثرية طبعا. فاتفقت معاهم على كده، وفي 2005 عملت افتتاح، حضروا وزير الأوقاف وحضروا إعلاميين وحضروا ايضا بعض الفنانين المصريين في افتتاح هذا الفندق في اليونان. الخلاف بعد كده تطور مع الجانب المصري، ان هذه السيده طالبت الجانب المصري طبقا للعقود اللي معموله معاها ان هي عايزه تفتح بيت محمد علي القديم، تعمله متحف لمحمد علي. كويس. فطلبت من الجانب المصري اثار، قالت لهم هاتوا لي بعض مقتنيات اسره محمد علي. طبعا انا مش هخش بقى، ودي كانت حاجه منصوص عليها في العقد يا شردي ان هم يدوها بعض الاثار. انا بحاول اجيب اصل العقد. كويس. نفسه عشان اتاكد من ده، انما هو اللي منصوص عليه وانا تاكدت منه هي ان هي تعيد ترميم كل هذه الاماكن وتحافظ عليها لان هي حاجات اثريه
وان اللي يشرف على هذه الاثار وعلى ترميمها يكون وزاره الاثار المصريه، ويكون لها ضلع مباشر في هذا العمل دائما. لما حصلت الخلافات وبدات خلافات ما بين هذه السيده وما بين الجانب المصري، توقفت السيده عن سداد الايجار. حصلت مصر بناء على العقد امام المحاكم المصريه على طرد وفسخ لعقد الايجار ما بينها وما بين هذه السيده. اللي حصل ايه؟ ان العقد بتاعنا بينص على ان نظر المحاكم المصريه لاي مشاكل في العقد، ولكن ليس بالضروره ينص على ان تقوم المحاكم في اليونان بتنفيذ احكام القضاء المصري. وبالتالي امتنعوا عن التنفيذ. وبالتالي تضطر مصر الان ان هي ترفع قضايا، ولكن الجديد ايضا في اليونان، ولكن الجديد ايضا في الموضوع، وانا بقول لحضرتك عن طريق مصادر موثوق منها تماما، ان في النهايه سينتهي الموضوع الى توافق ما بين الطرفين. السيدة تؤجر هذا المكان لمدة 50 سنة طبقا لعقد مثبت ان هي هتقوم بالترميمات وتعملها، فهتبدأ تتكلم وتقول انا عملت اللي عليا، من المفترض ان الجانب المصري يعمل اللي عليه في هذا الشأن. وانا لا اعتقد ان هي سترفض، ولا وصلني من بعض المصادر ان هي قد تكون مستعدة لرفع القيمة الإيجارية بتاعة العقد نفسها حتى تستمر في ان هي تكون موجودة في هذه الأملاك. وده امر بالنسبه لنا، هل هو ده المطلوب يا شردي، ولا تتوقع انه لا، انه الخلاف ممكن يعني يستمر؟ والله بصي، انا اعتقد ان دائما التوصل الى حل وسط في قضيه قد يطول التعامل معها افضل الطرق لبدايات الحل، ده رقم واحد. نمره بس انا يعني في الاول وفي الاخر ده يعود الى تقديرات اللجنه المشكله من مصر للنظر في هذا الامر. نمره اثنين اللي عايز اقوله لك، ان كل ما نتحدث عنه عن فاسوس وعن الفندق وغيره، يمكن عشان صوره باينه، يمكن علشان بره مصر، انت النهارده بتتكلمي في اشياء اخرى كثيره داخل مصر، صفقه واحده فقط منها توازي سعر كل املاكنا في الخارج. يعني انا بقول لك ان احنا بنتحدث، لو بس قعدوا بس مجموعات الشباب والملفات التي تسلمناها منهم بعد حلقه الامس، انا بقول لك انت تتحدثي مبدئيا كده، لو هتقولي وتعدي داخل القاهره بس، انت ممكن تتكلمي على اكثر من 2 مليار جنيه اراضي اوقاف ناس اخداها او في احكام او في الاوقاف بتحاول ان تسيطر عليها مرة أخرى لإعادة إدارتها مرة أخرى، وضيع منهم تايهة منهم، مش عارفين المحافظة حتى إيدها على حتة، مش أخدين حقهم فيها. فده داخل القاهرة بس، ما بالك بقى بأراضي الأطيان الزراعية، ما بالك بالشقق، ما بالك بالمشاركات في الشركات اللي لسه ما دخلناهاش. وبالتالي تتحول اليونان إلى جزء بسيط جدا جدا، وأملكنا في اليونان إلى جزء بسيط جدا جدا من ملف ضخم للغاية. الأوقاف عندها جامعة في قزاخستان. فين المصرية عند عاملة جامعة جامعة كاملة في قزاخستان. طب انا عايز اعرف فين اهم الاماكن، يعني طبقا للملف اللي انتوا فاتحينه او اللي انت فاتحه في البرنامج بقالك فتره، فين اهم البلاد او الدول اللي احنا عندنا اوقاف فيها غير اليونان، وبتقول لي جامعه في كازاخستان، فين تاني يا شردي؟ انا اعتقد ان في اماكن بسيطه جدا، لان طبعا خدي بالك ان الحجج اللي موجوده عند وزاره الاوقاف تختلف عن الحجج الموجوده في دار الوثائق. يعني تخيلي ان كل اللي بنتكلم فيه اللي عارفاه وزاره الاوقاف يختلف على ان هي لو راحت وبدات تفتح الحجج بتاعه دار الوثائق، ممكن تكتشفي ان في ناس كانت عامله اوقاف ما سلمتش للاوقاف. ده مثلا كده. انما في الاول وفي الاخر اللي احنا عارفينه بره مصر هم 3 أو 4 اماكن اهمهم واكبرهم كل اللي موجود في اليونان. اللي بعد كده كله حاجات بسيطه جدا جدا، اعتقد في حاجه بسيطه في لندن اعتقد ده، أو في بريطانيا، وطبعا قزاخستان دي جامعة احنا اللي عملناها هناك بأموال الأوقاف. إنما جوه مصر أنت بتتحدثي عن وقف واحد في 420 ألف فدان في 3 محافظات في الدلتا. أنت بتتكلمي عن تقريبا الساحل الشمالي بأكمله. تقريبا.
يعني انت بتتكلمي تقريبا عن نقول نتكلم من 8000 ل 10000 فدان في الساحل الشمالي. ياه. بتتكلمي عن اخر مثلث ارض فاضيه في اسكندريه، في اسكندريه في قلب الاسكندريه، واكثر من 300 فدان. ولكن تكتشفي ان هيئات ونقابات وشخصيات، خلينا نتكلم بكل وضوح، استقطعت واخذت اراضي، وده مال ربنا، ده مال مش من المفترض ان تسمح الدوله لايا كان، بما في ذلك ان هي ما تسمحش لوزارات او محافظات ان هي تستولي عليه. لو ادارت الاوقاف كل املاكها بشكل صحيح، صدقيني هتكتشفي ان انت عندك اداره لصناديق فيها عشرات المليارات من الجنيهات، بس نديرها واحنا عنا على ان ده مال ربنا ومال الناس سايباه، ونستخدمه استخداماته الصحيحه اللي الناس طالبه واصحابه كانت طالبه ان هي تستخدمه صح. وايضا نسلمه لاداره لا تنهبه ولا تسمح ان هو يتم نهبه. طيب سؤالي الاخير ليك، يعني كلامك عن انه احنا عندنا صحيح احكام على هذه السيده هنا من القضاء المصري، ولكن ليس هناك ما ينص على انه القضاء اليوناني مضطر ان هو ينفذ هذه الاحكام، ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ما عندناش اليه لتنفيذ هذه الاحكام. لا، بالعكس، احنا عندنا محامي في اليونان يتابع يعني اداره املاك مصر في اليونان. خدي بالك من حاجه، ان احنا هنرفع هناك قضيه ضدها، او اعتقد ان احنا فعلا رفعنا، ثم ان هذا المحامي او مكتب المحاماه الصغير بيتابع ايضا الاخرى على جزيره ساسوس، اللي هي ايه؟ في اشياء احنا مأجرينها فعندنا اوراقها، وفي اراضي تم فيها وضع يد، زي ما عندنا هنا وضع يد على ارض احنا ناسينها ومحدش كان بيستغلها فراحت اتحطت عليها اليد، هناك في ناس برضه عملت كده. ولكن في الاول وفي الاخر لم تنازعنا الحكومه اليونانيه في ملكيتنا، بل على العكس، دي ملكيتك ومعروفه، وخلصنا الموضوع ده من زمان. كل اللي مطلوب من حضرتك انك انت تروح الى هناك وتديرها، او تقول عايز تديرها ازاي، وتتفق مع الناس. انما روحي شوفي الناس كانت بتأجر املاكنا بكام في السبعينات وفي الستينات وفي التسعينات ولغايه سنه 2000 ولغايه دلوقتي، مؤجره بكام في السنه؟ يعني انت بتتكلمي على مبالغ ما تقدريش تأجري بيها شاليه في جمصة لمدة أسبوع، بيتأجر بيها بيت لمدة سنة في جزيرة يونانية. تمام، أنا بشكرك جدا محمد مصطفى الشرزي زميلي العزيز، وإحنا مستمرين إن شاء الله من خلال يوم بيوم في متابعة هذا الملف. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا ليك. طيب خلينا